الفنان اللي راح أعرفكم عليه وكلكم تعرفوه غنى عن التعريف هو عبارة عن كتلة مواهب. كان لاعب كرة وأبوه كان فنان، وهمنا هو دخل في عالم الفن، ممثل ومدرس في معهد فنون الجميلة، وبالأخص مثل في مسلسلين في رمضان 2022. المسلسلين كانوا مذيعين على قناة الشرقية حصرياً، وأول مسلسل اللي راح نحكي به ويا هذا الفنان راح يكون من إخراج وإنتاج قناة الشرقية. خلينا نسلم على خليل فاضل. خليل أهلاً وسهلاً، كل عام وأنت بألف خير. يا ألف مرحب، وكل عام وأنتو بخير وسلامة، ويا رب يعيد علينا بأحسن الأحوال، وشكرا جزيلا على المقدمة الحلوة. أهلا وسهلا بيك، ومثل ما ذكرنا قبل شوية المسلسلات اللي أنت قدمتها في هذا الشهر الفضيل مسلسلات أكثر من رائعة، الإنتاج والظهور والتمثيل اللي كان موجود بهذه المسلسلات اللي ميزه أنه كان فعلا شيء عالمي وليس من الأشياء اللي إحنا متعودين عليها. من أولها نحكي عن المسلسل اللي هو من إخراج وإنتاج قناة الشرقية اللي هي الدولة العميقة، ممكن تحدثني أكثر عن هذه التجربة اللي مثلت بها؟ لأنه دا شوف الأصداء اللي بالأخص كل التعليقات اللي واصلة على هذا المسلسل، الكل دا يحكي نفس التعليق تقريبا، دا يقولون أنه هذا التمثيل بالأخص تمثيلك والإخراج والدقة بالتصوير شيء ما شايفيه من قبل، وفعلا صار على مستوى عالمي. أنت شنو رأيك؟ بسم الله أبدأ طبعا، وأحمد الله على النتيجة اللي صارت الحلوة، وعلى الأثر اللي تركه مسلسل الدولة العميقة. طبعا من ناحية التمثيل ومن ناحية الإخراج ومن ناحية الصورة وطبيعة الصورة اللي صارت جديدة على الدراما العراقية اللي فرحنا بيها كلنا واللي تفاجئنا بيها كلنا. يعني عندنا كانت دراما، عندنا كانت محاولات للإنتاج ومحاولة للمواكبة مع الآخرين العرب اللي هم أكثر احترافا. الدولة العميقة ترك انطباع، ترك أثر. يعني أنا من الناس واحد من مجموعة ممثلين وفنيين أنه يسألوهم الناس ليش 10 حلقات، ليش مدري شنو، ليش خلصت، ليش هذا. ترك أثر يعني يريح اللي اشتغل بهذا العمل. صحيح. أثر حلو، أثر نتمناه، أثر انتظرناه من مدة طويلة. صحيح، كل الممثلين إن شاء الله القادم يكون بعد أفضلين من هذا اللي صار. صحيح، كل الممثلين بصراحة بدعتوا أنتوا بهذا المسلسل. دا نتابع إحنا وياك على الشاشة همين، دا نشوف لقطات من المسلسل مع الدولة العميقة، ودا أشوف المشاعر مع كل الممثلين والإخراج والدقة بالتصوير. مثل ما قلت تحية 10 حلقات، ولكن دخل بقلب وصميم الشعب العراقي والعالم العربي بشكل عام، حتى لأنه كل الدول شاركوا بها، العالم العربي كلهم علقوا على هذا الموضوع، أنه شقد حسوا بالحقيقة أنه فعلا كل المشاعر كانت موجودة. أنت من عندك شنو الأصداء اللي شفتها؟ أنا تونست، فرحت، صارت عندي رجعة صريحة بعد تسجيل خروج اللي هو كان أول الأعمال اللي أبدي بيها بالرجوع. صح، وهسه نحكي عليه. الدولة العميقة والملازم أول آني، الملازم أول رامي، يعني همينة شخصية جديدة أن أنفذها بالطريقة اللي شفناها. يعني حبوها الناس، كان اكو ملازم، كان اكو عسكري، بالاضافه للمشاكل اللي كانت عنده، بالاضافه للقهر اللي كان بيه. يعني كانت نجده ان يكون بهذه الوظيفه، ناقش امور حقيقيه عند الشباب العراقيين، عند الشباب اللي عانون من هسه. يعني احنا اوكي ماكو مأساة، احنا نحاول ننتهي من المأساة قدر المستطاع، لكن صح. الواقع يقال والحقيقة موجودة، وهذا اللي لمس الشعب اكثر شيء. نطرح امور حقيقية صريحة، فهذا حلو.
خليل دا اشوف المشاهد هسه على الشاشه، اللياقه نعم. البدنيه والتمرين اللي تمرنتها خلال المسلسل، يعني دا اشوف الاحترافيه الموجوده من خلال البوكسينج والتمرين. هل استغرق هوايه وقت من عندك انك تاخذ كل المواصفات مال هذا الدور اللي انت مثلته؟ بصراحة شوف يعني هذا المشهد بالذات ذكرني بتفصيلة قديمة عندي. فيلم سيلفستر ستالون اللي هو روكي اللي أثر بكل العالم وليس بي فقط، خلاني أجيب كيس ملاكمة وخلاني أتمرن بطريقة مثل هاي اللي شفناها هسه، بطريقة حقيقية، بطريقة تكون يعني واحد يريد يصير مثل روكي. أنا صغير وشايف فيلم روكي أنا وتميم أخويا، فحبيت الفيلم لدرجة الاندماج التام اللي خلاني أتمرن وأجيب كيس ملاكمة وأجيب كف لليدين يعني وأتمرن بهذه الطريقة. فسبحان الله صارت هسه بالمسلسل هذا وطلعت بشكل حلو، وقالوا لي خليل شنو متمرن ملاكمة أنت؟ اي لانه لما نشوف المشهد نقول واحد متمرن لفتره طويله، وفعلا يذكرنا بالمشاهد اللي شفناها في مع الفنان العالمي والفيلم العالمي روكي. وهذه من النقاط اللي احنا ذكرناها انه الانتاج والاخراج والدقه بالتصوير شبه المسلسلات اللي احنا او البرامج اللي احنا نشوفها والمسلسلات العالميه. هل هذا استغرق هواية وقت تصوير بالنسبة لكم؟ واجهتوا مشاكل خلال التصوير؟ شنو الصعوبات، أكثر الصعوبات أو أكثر المشاهد اللي لقيتوا صعوبات بها بالتصوير؟ يوسف الصغير أخذتها أمه وطلعت زعلانة بيتها. أكثر المشاهد اللي بها صعوبة هي أن نوصل لدرجة أن يكون المشهد برياليتي حقيقي، يعني بحياتية حقيقية، لأن اللي دنسولفه هو من واقعنا، اللي دنطرحه من مشكلة نعاني يمكن نجيبها بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. إذا أكو أشياء سياسية يعني أنا واحد من الناس قدامك أخاف من السياسة كلش هلقد يعني أكو أمور نتلافاها وأكو أمور نحكيها بشكل مباشر، فنظل نسولف مع بعضنا نحاول نوصل ل اصعب، يعني شلون مثل ما اقول لك انه اصعب واخطر نقولها بطريقه ما مباشره، يعني هذا المختصر. فنظل للصبح نصور، يعني للصبح نصور لحد التسعة الصبح، يمكن للعشرة الصبح يصير اكو مشاهد تصوير حتى نوصل لهاي النتيجه اللي شفناها. طبعا خليل يحتاج لها هذه جرأة، يعني من قناة الشرقية تجرأوا انه يطرقون لهذه المواضيع، وهمنا مثل ما قلت صح. التصوير والدقة مالته للصبح جدا. فبما انك انت حتى ذكرت انه الواحد يخاف او انت شخصيا تخاف من الامور السياسة، ولو كنت ملازم وكنت انت مع بالدور اللي انت مثلته كلها خاصة بالسياسة، ولكن هذه الأمور الجريئة هي اللي دخلت بقلوب العراقيين، لأنه فعلا لمستوا الحقيقة والواقع اللي دا يصير، حتى لو كان واقع نقدر نقول عليه سلبا سلبي نوعا ما، ولكن الواحد دا يشعر به لأنه فعلا عايشة. هو ما يكون سلبي لما يعني شوفي اكو ناس قالوا لنا يعني هيك يسوي مني يشوفني بس بعد اكثر خلينا نسولف، بس بعد اكثر اكو فلان شيء ما قلنا، اكو فلتان شيء ما قلنا، اكو مدري ايش ما سولفنا به، فيصير اكو تشجيع. بس ان تكون بطريقه فنيه غير مباشره تمس اللي عنده مشكله بذاك المكان واللي عنده مشكله بهذا المكان ان يصححها لاحقا، مثل يعني ما احنا بهالطريقه مثل ما احنا حبيت جدا وفخور جدا بهذا اي هذا العمل. مثل ما ذكرت هي عمل يتطلب جرأة، وقناة الشرقية هي دائما سباقة بهذه الأعمال الجريئة والدقة والتصوير والجهد اللي يصير مع الكادر حتى يوصلون الرسالة، يوصلون الفكرة للعالم العربي مو بس فقط الشعب العراقي، ويوصلون انه كل شيء يروح للعالمية. واحد مثل رياض
يتجاوز ويعتدي على ملازم بالشرطة. أنا ملازم كنت، وهسه ملازم مع إيقاف التنفيذ. مو صحيح، مو صحيح رامي. إيه الرتبة أنت تسويها مو هي تسويك. هاي الرتبة اللي على كتفك تقدر تستخدمها حتى ترجع حقك وحق الناس المظلومة بهذا البلد. باوع علي ملازم رامي، عندنا ثار كبير بوجه الروح، دم يوسف. دم يوسف انأخذ واللي قتلوه هسه بالسجن. لا، اللي قتل يوسف مو واحد، اللي قتله نظام كامل مبني على الفساد رامي. هذه المقاطع اللي شفناها من دولة عميقة، وهسه بما انه حكينا عنها خلينا ننتقل لمسلسلك الثاني تسجيل خروج من اخراج علي فاضل، موجه له تحية، وانبث حصريا على قناة الشرقية همينا عندنا، وكل الناس كانوا متابعين وهمينا اصدائها كانت جدا رائعة وايجابية، بس انا اريد اعرف الاصداء من عندك خليل. جدا. تسجيل خروج يشكل عندي محطة انتقال من سبات عشته، محطة انتقال لأن أرجع لمواكبة الفن الحقيقي اللي أني أحبه، اللي أني أنتظره، اللي أعمل عليه دائما، يعني أن أكون أن أطلع بطريقة صحيحة. تسجيل خروج وعلي فاضل كان مجتهد جدا بأن يكون العمل هو انتقاله بالدراما العراقية، كان يثابر أن يكون العمل محطة مهمة يسولفون عنها النقاد، أن يسولفون عنها ذوي الاختصاص بالوسط الفني. فتسجيل خروج هو اللي أغراني للعودة، هو اللي أغراني لأن أرجع، يعني أنا انقطعت تقريبا 6 سنوات. صحيح. يعني تتقدم أعمال بكل احترام يصير أكو اعتذار، لكن تسجيل خروج وعلي فاضل المجتهد والمثابر والحريص أن تكون نتيجة حقيقية صارت رجعتي وياهم. فعلاً الإخراج أكثر من رائع عندنا نشوفه عند المتلقي بطريقة عظيمة برأيي. بدنا نشوف على الشاشة مقاطع من تسجيل خروج أكثر من رائعة. اللي شدك بما أنه أنت ذكرت الغياب مال 6 سنوات، هل اللي شدك كان شخصية مالك اللي لعبته في تسجيل خروج أم المسلسل بشكل عام؟ بصراحة اللي شدني هو أن أكو نص وأكو مخرج حريص أن تكون نتيجة حقيقية، أن تكون نتيجة فنية، نكون عنها راضين، نكون يعني اللي نسولف بيها نريدها. حاولنا بكل اللي نقدر عليه بكل ما عدنا أن تطلع نتيجة نكون صادقين لما نقول إحنا نريد هذه، فسوينا هذه. أنا أتذكر يعني أتذكر بوحدة من الوحدات علي فاضل سولفوله قالوا له ترى هنا راح يكلفنا هالقد، فشلون؟ فأخذ أس، يعني ما معناه أنه راح يخسره بالإنتاج. فأخذ أس 3 ثواني 4 وقال له أوكي سويه. فأنا قاعد يعني هذه خلتني أشب من الفرحة، لكن جوا ما بينت له بعدين حتى كانت عندها النتيجة عظيمة. خلينا يعني نشوف خليل بعض المقاطع صادفتنا بهذا العمل. خلينا نشوف بعض المقاطع من مسلسل تسجيل خروج. Thank you.
خليل فاضل خليل يعني فعلا أخذ خطوات الوالد، وده نشوف همنا من المقاطع أن تمثيلك اللي يشوفك يقول كلش عصبي، ولكن أنت إنسان جدا راقي وهادئ لما نشوف التمثيل. قبل ما نختم وياك اللقاء أحب أعرف شنو راح يكون جديدك؟ تسلمين. والله أكو أكثر من مشروع للجديد القادم إن شاء الله يكون قد يكون قريب أو شوية يريد وقت، لأن هو الآن قيد الكتابة، يعني واحد منهن هو تسجيل خروج الجزء الثاني هو قيد الكتابة الآن، وأعمال ثانية أيضا واحد للشرقية، بس ما نقوله هسه، نسوي مفاجأة بعدين. ماكو منا من ناس لمح. إن شاء الله أيضا يعجب الناس بالطريقة اللي إحنا نفرحها. هل برأيك الأدوار اللي راح تقدمها بالبرامج المسلسلات مال اللي راح تنعرض على الشرقية، هل يعني تقدر تقول لنا الأدوار راح تكون أقوى من الأدوار اللي قدمتها بالمسلسلات مال رمضان؟ إن شاء الله إن شاء الله، هذا هو المنال، وهذا هو هاي هي الأمنية، يعني إن شاء الله يكون أحسن بعد، يعني بحيل الله يكون أحسن، يكون بنتيجة نرضى عنها ويرضون عنها الناس، يحبوها، تواكب العرب اللي دنغار منهم هواية لما نشوف منتجهم ولما نشوف أعمالهم الفائقة بكل شيء جديد. صحيح. فإن شاء الله نوصلهم خليل، إن شاء الله نوصلهم. خليل، أهم شيء يعني بعد ما شفنا الأصداء وتعليقات كل المشاهدين واللي حبوا المسلسلات وحبوا تمثيلك، لا تنقطع عن الساحة الفنية بين مسلسل ومسلسل 6 سنوات. شكرا لك، احنا متحمسين نشوف باقي أعمالك الجاية. لا لا أبدا أبدا، شكرا لتواجدك ويانا اليوم في ظهيرة العيد، وكل عام وانت بألف خير. واني ابن الشرقية وإن شاء الله متواصل وياها، كل عام وانتم بخير، وربي يعيد عليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله. آمين.